والله يا أخي الكريم، خرجنا لكي يعني نشتري بعض أغراض العيد، يعني نشتري بعض أغراض العيد. فكما تعرفون عادة اليمنيين، ونحن هنا في مارب التاريخ والحضارة، جئنا لكي نتقضى ونأخذ أغراضنا من الملابس، وكل شيء الحمد لله موجود والأمور طيبة. ونحن الآن نشتري أمامكم هنا، والأخوة موجودين كلهم ما شاء الله، حركة تجارية ما شاء الله يعني أصبحت بدرجة كبيرة جدا، والمدينة اتسعت جدا وتحتاج إلى منازل جديدة، وعلى أساس استيعاب السكان النازحين الجدد. يعني اليوم اشتريت ساعة، واشتريت ملابس العيد، واشتريت كل حاجة. أسعار كويسة ممتازة، أسعار غير خيالية، مناسبة مع الزبائن، مع تمني لمحافظة مارب بالتفوق والنجاح بمناسبة العيد القادم، عيد رمضان المبارك. والله البضاعة نجيبها من صنعاء، حركة السوق تمام ممتاز، الأسعار غالية هذه السنة شوية متضاعفة، وكل شيء تمام. بالنسبة للمعاوز هي صناعة محلية يدوية بخبرة طويلة عالية، وهذا هو خيط ياباني، ونقدم الخدمة هذه لتوفيرها للزبائن وكسوة العيد، ونطلب من فاعلين خير إن شاء الله أن يجوا يشلوا مننا بعد 100 معوز للفقراء والمساكين والضباحة، حيث إن الكمية لدينا كافية من الشمزان، من الفنايل، من السراويل، من حركة السوق. هذا العام والله بالنسبة للذي معه هو الحركة تمام، أما في الضباحة يدخلون إلى المحلات ويبكون هنا ويخرجوا بدون كساء لأجل ولدهم. نحن نطالب من قيادتنا السياسية، ونطالب من العقلاء والحكماء والأغنياء أن يهتموا بالفقراء والمساكين. وأوجه رسالتي إلى الإخوة التجار أن يخافوا الله بالأسعار ويتقوا الله، فإن الشعب جاوع لم يمتلكوا لقمة العيش. والله الأسعار هي مرتفعة من صنعاء، والمواصلات والإيجارات مرتفعة. كنا احنا مستأجرين ب70,000، الآن مستأجرين ذا الحين ب300,000. وأي واحد محتاج ولا شيء محتاج يقول لهم صدام اللي في مارب بأي وقت، بالذات النازحين، بالذات أصحاب صنعاء ولا أصحاب المناطق الأخرى غير أصحاب مارب. والله هذا العام حركة السوق حركة مارب من أول ما بدأت الشرعية، الناس كثيرين والحمد لله، طلبت الله، الناس زحمة لا حد الآن، في أي حاجة تلقاها زحمة، خلال حتى التمر اللي بيبيع التمر تلقاه عند الزحمة، خلف لك من المحلات الكبيرة، هذه محلات مراسم الأمارات للملابس. يلا يمكن هذه الفرصة دخلتوا فيها ومشي زحمة، ولا زحمة واصل والحمد لله. طيبات غيرها
بسم الله الرحمن الرحيم. حركة السوق في ازدحام شديد لكثر وجود البشر، ولكن العملة يعني غير متواجدة مع المواطنين بشكل يعني يعانون من قلة المعاشات والرواتب والفلوس، وفي أزمات في الأسعار الخضرة والفواكه والمواد الغذائية. هذا أن المواطنين بيعانوا معنا يعني لا بأس بها. احنا هنا السوق ما شاء الله تطور وفيها امل في مارب التطور وذا، والمحافظه تطورت، وانه من حاله المواطن هنا هي شويه متدهوره، لا عاد اغاثه جات ولا عاد حاله المواطن معاشات متاخره. ها الاسعار هي خياليه، كل شيء نار. سبب الامه هنا متوفره، وما نزلوا من المحافظات الى مارب، على محافظه مارب وكلها العالم هنا. والسعودي غلي، والذهب اسعار الذهب غلي، كل شيء غالي فيها. قوات مباركه وكل عام وانتم بخير. انقلب الشعب اليمني الى مارب، شوف كلها زحمات، ولا ادخل محل له زحمه، اكثر المحل ملابس مفروشات قلبوه ملابس. والامور طبيعيه ان شاء الله، كل شيء تمام. الاسعار لا باس، غالي 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 لكثر الزحمه، زحمه كل شيء غالي، ما الاسعار كل شيء غالي الصدق. لكن بايعين ربك، الله موجود، الشعب اليمني الله موجود. اولا خواتم مباركه، عطكم النار ان شاء الله. وبالنسبه للسوق بعض الاسعار ممتازه، بعض الاسعار يعني لاحظنا فرق في الارتفاع كبير جدا، يعني لاحظ بعض التجار وليس كل التجار، هناك نوع من الجشع واستغلال بعض الناس، بعض ظروف الناس بالذات النازحين، هذه ما لاحظناها بالسوق من خلال بعض الاصناف البضائع. هذا كان من خلال ملاحظتي خلال السوق هذا خلال 3 ايام. لكن اتمنى من بعض التجار النظر الى الوضع الحالي واوضاع النازحين، ان لا يكون معامله الناس كانهم سواء. هناك طبقات، طبقه عليا وطبقه متوسطه وطبقه ايش؟ صغيره. انا لاحظ بعضهم يعاملك الطبقه الضعيفه نفس الطبقه المتوسطه، يعني سعر واحد، ما فيش اي فرق. بعض الاحيان لاحظت بعض التجار يعني ارتفعت سعر البضاعه تقريبا بنسبه 100% من حوالي من كذا من 15 شعبان الى الان. سعر البضاعه كانت تاخذها مثلا حوالي ب 2000 ريال، تجي تبيعها اليوم قريب كم؟ ب 4000 ب 5000 ريال، هذا الملاحظ خلال الايام هذه. لذلك نلقوا حتى من مكتب الصناعه عمل نزول ميداني ايضا، وبعض الجهات المشرفه والاشراف على بعض الاسعار بعض المواد.